إذا كنت في المصعد مع امرأة غريبة هل ألقي السلام عليها أم لا؟ هو إذا فتح المصعد ووجدت امرأة فيه منفردة لا تركب لأن خلوه خلاص، هذا أمر يعني من باب الاحتياط الأحوط. إذا أنت كنت راكبا وفي دور آخر راكبت امرأة غريبة، المسألة هنا بسيطة، إن لم تلقي السلام فأنت لم تلقي السلام عليه. لكن إذا وجئت ودخلت فوجئت بامرأة غريبة يجوز إلقاء السلام، السلام عليكم. يعني هذا يعني عند البعض، وعند البعض الآخر لا يجوز، لأن أرى والله أعلم السلام عليكم وعليكم السلام بس وانتهى. لا تفتح حديثا صحفيا ولا حوارا تلفزيونيا ولا حوارا مصعديا، خلاص فهمت؟ أنا فاهم وأنت فاهم.